تسعى جمعية رعاية الأيتام بجدة إلى الاستفادة من المبادرات الحكومية ومنها مبادرة الإسكان التنموي، والتي تقوم الجمعية فيها بترشيح المستحقين الأكثر احتياجا من المستفيدين المسجلين لديها بغرض توفير وحدات سكنية لهم وفق آلية تعاون مشتركة مع وزارة الإسكان. وللحديث أكثر حول هذه المبادرات ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سعد الغامدي، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بجدة. أستاذ سعد، أهلا وسهلا بك عبر تزود بالجديد. حياك الله وبياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أستاذ سعد، لو سمحت لي ودنا نتعرف أكثر عن طريقة وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية. أولا حياكم الله وبياكم، وشكر الله لكم هذه التغطية الجميلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرفع عنا هذا البلاء وعن بلاد عن اللهم البلاد اللهم وعن العباد وعن العالم جميعا. اللهم الأمر الآخر يا طويل العمر، هذه المبادرة هي من وزارة الإسكان، وهي مبادرة جميلة ومفيدة للمواطنين والمواطنات المحتاجين للسكن. والمبادرة هذه ضمن تحقيق الرؤية، رؤية المملكة 2030، وهي مشروع الإسكان التنموي. هذه المبادرة الجميلة تهدف إلى تلبية متطلبات الفئات الأكثر والأشد حاجة في المجتمع إلى الوحدات السكنية، وتمكينها من تملك المسكن الملائم والمناسب لهم. ولذلك قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الجمعيات الخيرية بهذه المبادرة الجميلة، وتحديد الفئة المستحقة لهذه الوحدات السكنية، لأن الجمعيات الخيرية في المملكة لديها بيانات الأسر المحتاجة في المجتمع. جميل. أستاذ سعد، ما آلية التوزيع لهذه الوحدات السكنية؟ هل هي من قبلكم أو من قبل وزارة الإسكان؟ تحديد عدد الوحدات من قبل وزارة الإسكان. الآن احنا معاهم أخذنا 16 شقة ما شاء الله كمرحلة أولى، ونتطلع إلى أكثر إن شاء الله تعالى. والصدق يعني نشكر الوزارة على تجاوبها وتعاونها، ويتم اختيار الأسر بناء على متطلبات. طبعا المتطلبات هذه مشتركة بين الوزارة الإسكان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجمعية. أولا من حيث عدد أفراد الأسرة والحالة الصحية للأسرة والحالة المادية وملائمة السكن للمستفيدين، هذا عمل تكاملي بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية. شاهدنا بعد بعض المحددات، مثلا محتاج جدا، محتاج وسط. نعم، يعني زي احنا رفعنا 40 اسم لوزارة الإسكان، وتم اختيار الأكثر حاجة عدد 16 أسرة من الأسر هذه، وتعرض الشقق على الأسرة. جميل. وإن ناسبتها تنتقل إليها. جميل. جميل. أستاذ سعد، الشكر لك على هذا التوضيح، وشكر أيضا للجمعية على مثل هذه المبادرات. مشاهدي الكرام، رصدنا ما زال مستمرا.